لا، كل شخص فينا بيحمل طاقة سلبية ممكن تكون أو طاقة إيجابية. هلا بالبداية أول شيء طاقتك سلبية ولا إيجابية؟ هلا أنا طاقتي دائما إيجابية بس حسب المزاج كمان، أحيانا هيك بتلاقيه فجأة هيك بيتعكر، يمكن في كواكب فوقنا وحوالينا هي اللي بتعطينا هيدا المزاج. ممكن كثير تأثر علينا، ممكن كمان حسب الموقف الصغير يأثر عليك، بس أنت بشكل عام بحب أقول لك إنه طاقتك كثير إيجابية. طاقتك كثير حلوة وكثير حلوة، فهذا الشيء عن جد كثير حلو. في عنا اشخاص بيتمتعوا بطاقه سلبيه فقط، واشخاص عندهم الطاقتين، الطاقه السلبيه بالاضافه الى الطاقه الايجابيه، وبتاثر حسب تاثير الكواكب والمواقف اللي بيتعرضوا لها باليوم. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا غاليه بكفلاوي، اختصاص طاقه وعالم فلك. يسعد صباحك. وصباحك. اهلا وسهلا فيك، يسعد لي اوقاتكم يا رب. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك مدام، نورتينا. بالبدايه خلينا نحكي، يعني هلا نحن بالشهر 11 بتلاقي يعني اخر السنة هيك ما بعرف في بيكون كركبة شوي. ايه تمام. ليه؟ لأنه بآخر السنة لأنه في كواكب، هو فعلا في كركبة لأنه في كواكب كتير قوية هي يلي عم يكون مواقعها عم تأثر سلبا على جونا العام. يعني في عنا كوكب المريخ هو من الكواكب المؤذية، فهلأ هو بحالة تراجعية، بيعمل شوية إشكالات. وعلى فكرة الحرائق يلي صارت بالعالم سببها هو تراجع هذا الكوكب طبعا، واتصالاته مع باقي الكواكب يلي عم تعمل هاي الإشكالية. فإن شاء الله بتخلص هاي السنة على خير. طب كيف منعرف في تراجع، في كركبة، في حركة كواكب؟ يعني هذا العلم هو كتير كبير، ولكن احنا كيف مثلا انتم كاخصائيين كيف انتم بتقدروا هلا وبتعطوا يمكن انذارات للناس؟ هلا المعلومات العلميه نحن عندنا اياها كلها، يعني حركه الكواكب، مساراتها، باي درجات واقعه، تقاطعاتها، شو بتشكل، اصطفاف بتشكل، تراصف بتشكل، اي شيء نحن بنعرفه. تاويله بيرجع لكل واحد. تمام. يعني فاحيانا بتلاقي في تناقض بالحكي بين حدا وحدا. أكيد. بين فلكي وتاني بتلاقي في تناقض. صح. كل واحد بأول الأمور مثل ما هو شايفها. طيب خلينا نحكي عن تأثير على حياتنا الخاصة، كيف ممكن تأثر؟ ولا حسب إيمان الشخص بهي القصة؟ يعني مثلا في عنا أشخاص مثلا ما بيطلعوا من بيتهم ليشوفوا البرج وبيتأثروا كتير فيه مثلا لبرجهم. إذا اليوم مثلا حكينا أنه في وعكة صحية بيحس حاله أنه هو متضايق أو مزعوج أو في شيء بصحته يعني مو تمام، أو إذا في عنده أي قصة تانية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، قديش الإيمان بهيك القصة الأبراج بيأثر على حياتنا؟ تمام. هلأ هي كلمة إيمان شوي كبيرة. تمام. على الموضوع يعني الناس أو تصديق. طيب. الناس عادة بتحب تعرف المجهول، يعني دائما إيه عندها انشغال بالمستقبل. يعني أنت كل يوم بتفكري بكرة شو، بعدين شو، هاي القصة بدها تصير معي ما بدها تصير معي. فالموضوع الأبراج وموضوع هاي الحظوظ وموضوع التوقعات بيساعدك شوي لتتوضح شوي الرؤية عندك. هلأ أنا بقول إنه هي بالنهاية توقعات، يعني ما فينا نقول إنه هي 100% ممكن تكون صحيحة. أكيد لا، فيها نسبة من الخطأ وفيها نسبة كبيرة من الصواب. يلي بيصدقوا هن الناس يلي عندهم تجربة بهذا الموضوع. يعني أنت وقت بتقولي لحدا مثلا حيصير هيك معك أو هالوقت أنسب لإلك وبيصير معه هذا الشيء، فطبيعي بده يتابع. يعني طيب يمكن هو بيجذب كمان الشيء السلبي معه، أو ممكن مثلا شخصين نفس البرج، نفس يوم الميلاد، هدول الشخصين نفس كل شيء وما بيشبهوا بعض. كل حدا حكى مثلا برج، هذا صار معه اشياء سلبيه وهذا بحياته صار اشياء ايجابيه. لا لك ليش؟ مثلا هو برج واحد لكل الاشخاص. تمام. لكل الناس. تمام. بتحكوا انتم، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. نحن بنحكي خطوط عامه بس هو. تمام. جديا ما في برج واحد لكل الاشخاص. تمام. طبعا الخارطه الفلكيه الشخصيه هي اللي بتحدد برجك وكل ما حولك. انت شخص ما بيشبه الاخر، هي دائما نحن بنقولها. يعني ساعه ميلادك لو كانوا اثنين بنفس اليوم وبنفس السنه في فروق بساعات الميلاد. طوالعهم تختلف. هي حركه الكواكب. توضع الكواكب بوقت ميلادهم يختلف، يعني كل واحد عن الثاني لو كانوا بنفس اليوم ممكن تفرق خمس دقائق بين مولود واخر يتغير مصيره كله. يعني ممكن هي للدقة أكثر، إنه في كتير ناس بيطلبوا الخارطة الفلكية الخاصة فيهم بيلاقوا حالهم إنه ما بيشبهوا أبناء برجهم التانيين، إنه بيلاقوا عندهم خط تاني مختلف حتى بالصفات. تمام.
فهي هي التفاصيل بهذا العلم هي اللي بتحدد وبتعمل بصمة لكل إنسان تختلف عن الآخر. نعم مدام غالية، خلينا نحكي عن يعني دائما في الصبح، اليوم مزاجي معكر، اليوم مزاجي رواء، بعد شوي بكون متضايقة، بعد شوي بصير كلمة انرجي وطاقة عالية، بعد شوي بهمد، يعني هي التقلبات بالمزاج لها علاقة ايضا بحركة الكواكب. بالتأكيد. طب خلينا نفسر ليه ونعطي امثلة. الكواكب هي مراكز للطاقة، الكواكب هي مراكز للطاقة مخيفة، الكواكب هي اللي عم تتحكم بالارض بكل الكائنات الحية. يعني هلا شوفي حركة الكوكب القمر له علاقة بالمد والجزر، يعني فتخيلي انه نحن جزء من هذا الكون الواسع، نحن كبشر كناس ككائنات حيه، النبات مثلا، هذا كله له علاقه بحركه الكواكب. فطبيعي نحن عقولنا وجسمنا بتفاعل دائم مع هالقوى هي الخارجيه بتاثر علينا. وبالنهايه المزاج، يعني البرج هو الحظ اليومي اللي نحن بنقوله كل يوم، هو قياس للمزاج ليس الا. اوكي. ليس الا يعني ما قياس للمزاج. كيف نعرف هذا الكوكب سلبي وهذا الكوكب مزاجه؟ لانه كل كوكب له وجهين. اوكي تمام. بيكون بموقع بيظهر جانبه الايجابي، واحيانا بيكون معاكس لإلك بيظهر جانبه السلبي. كل الكواكب لها جانب ايجابي وجانب سلبي حسب اتصالاتها وموقعها. خلينا نحكي تاثير الكواكب على الصحه. نحن بنعرف مثلا ممكن الشخص يمرض مثلا اذا طلع اخذ برد، لقط شيء فيروس، انعدى من شخص اخر، بس شو تاثير الكواكب على صحتنا وشو تمام. يعني مدى الصح والخطا من هاي القصه اللي عم نحكي لا فيها؟ هي كثير صح هاي القصه. لاقول لك شغله، هلا في كوكب عامه الكل بيعرف انه هو كوكب المرض وكوكب الصحه بجانبه الايجابي، هو كوكب المريخ. فدائما وين ما بينوجد المريخ طبعا باتصالاته بيكون في عنده تاثير سلبي، بيقولوا بنقول هالفتره صحيا ما انا منيحه، لمواليد كذا وكذا 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 بنعدد. فهلا الفتره ممكن هاي ممكن تصير وممكن لا ايضا. اي ممكن تكون بدرجات ضعيفه، ممكن تكون بدرجات قاسيه حسب خارطه كل شخص وموقع المريخ منه، شو درجات يعني قد ايه قربه وفعاليته. فهلا مثلا بالفترة الحالية مواليد الجدي، مواليد الحمل، مواليد السرطان والميزان، هن ايضا الحوت، هن القوس. لا القوس ما في شيء، ما في مرض، هدول الاتعب صحيا بهالفترة لانه المريخ بموقع مو مناسب. اضافة بدي اقول شغلة يمكن كثير من الناس ما بيعرفوها الا المختصين طبعا، انه كل انسان له كوكب خاص لكل جانب من جوانب حياته. يعني انت عندك كوكب صحة خاص فيكي غير المريخ يلي هو عامة كوكب الصحة. تمام تمام. فكل شخص كل برج له كوكب خاص بيتبع حركته، فبيعرف قيمة الأوقات يلي بيكون معاكس فيها، فممكن إنه يتعرض لوعكة صحية، لتعب صحي، لعمل جراحي مثلا. وبدي أقول إنه هي فترة لا تصلح للعمل الجراحي على فكرة، ولا اللي عدناهم للخمسة. لا 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 عامة لا تصلح. عامة. لا لا عامة هالفترة المريخ. طبعا. المريخ لأنه بيكون في هو كوكب النار المريخ، وكوكب المرض، وكوكب الدم، فممكن كتير يكون في بهي الفترة دم كتير. يعني إذا واحد عمل عملية مثلا ممكن لا سمح الله ينزف مثلا أو يحتاج لدم أو هيك. يعني هو بغنى أكيد إذا الإنسان بيقدر يتحكم بوقت الصحي بيكون أفضل. يعني ما في مشكلة أنه أنت مثلا اعتبارا من هالتاريخ بتقدري إذا حابة تعملي أي شيء مثلا، حتى عمليات التجميل إلى توقيت لتكون ناجحة، ما يطلع واحد وشه نصين. هي لما مثلا ليش العملية نجحت طلع مثلا انفحل والتانية طلع تانية ما طلع نفس الدكتور. هلا كمان في مهارة طب بدنا نكون واقعيين، في دكاترة بيطالعوا شيء حلو كتير. ايه بس انه بتأثر وقت بيكون كتير الجو معاكس ممكن عن جد ما تزبط. يعني فرضا بفترة تراجع الكواكب إذا بتخص هذا الشخص ممكن يضطر يعمل ريتوش أو يعمل تعديل على العمل اللي عمله، مع انه نفس الدكتور بيكون، مع انه نفس الدكتور. طيب مدام خلينا نحكي على علاقه التواريخ،
يعني مع الكواكب مثلا. في ناس بيقولوا لك انا ما بآمن بالتواريخ المفرده بحسها سلبيه، في عالم بيقولوا لك لا المجوزه هي احيانا بتكون سلبيه واحيانا لا، حتى بالسنوات الارقام. خل او تاريخ الميلاد او تاريخ تحديد ان كان عمليه او تحديد الارقام. الارقام هو علم بحد ذاته، هو اللي انبثق منه علم الابراج. الحقيقه الارقام ما في ارقام بعد التسعه ابدا، الأرقام دائماً من 1 لـ9. يعني في كتير ناس عندهم حسابات رقمية أو حسابات على الاسم، مثلاً على الاسم واسم الأم بيحسبوا لك. هذا بنسأل عليه، كل الناس بتحب تسأل اسم الأم وكذا، شو تأثيره كمان على حياتها؟ تمام، هلأ أي القصة ببساطة أنه هن بيحولوا الحروف لأرقام، كل حرف له قيمة عددية خاصة فيه، بتنجمع كلها تختزل ليصفي رقم واحد هو ما بين 1 و9. كل رقم من هالأرقام يلي من 1 لـ9 بده يتم عدد مفرد آخر شيء، كل رقم من هالأرقام مرتبط بكوكب ما، فهي عملية مختلفة عن موضوع الأبراج، ولو أنه أنا بشوف أنه كلهم هنن يعني نفس الطرق يعني بالنهاية. بس يلي بدي يقوله أنه لاحظي إذا حسبتي برجك على الاسم، إذا حسبتي برجك على الرقم عن تاريخ ميلادك، إذا حسبتي على البرج الشمسي أو حسبتي على البرج القمري، حتطلعي عبارة عن خليط ما بيشبه حدا. أوكي. ما بيشبه حدا من برجك، لأنه رح يطلع طالعك شيء، رح يطلع رقمك شيء، رح يطلع تمام. فالإنسان هو بصمة لا يمكن أنه يتشابه مع حدا تاني. بس عامة الحديث العام بيكون بالخطوط الرئيسية للأبراج، إلا إذا حدا بده شيء خاص مثلا بتنحسب خارطته بيكون شخصي لإلك أو لإلها، تلاقي إنه مختلف عن البقية يعني. تمام، مدام غالية بدنا نرجع نغوص بعالم الكواكب، خلينا نحكي أيمتى هيك يعني بتنفرج شوي على الناس حركة الكواكب؟ يعني شفنا حرائق، هلأ عم نقول إنه هلأ في وقت مرض كتير، عمليات مبعد عنا. تمام. ممكن بأول السنة هيك تصير في انفراجات؟ أي بالتأكيد، أكيد هلأ اعتباراً من مرور الأسبوع. كيف ليش بس بدنا نعرف ليش؟ في تغيير بحركة الكواكب، يعني هلأ الكواكب الجبارة أو الكواكب الثقيلة يلي هي عم تعمل التغيير الكبير، مو التفاصيل اليومية، هلأ بدها تغير مكانها بآخر شهر بالسنة، بدها تنتقل من برج الجدي لبرج الدلو. هون بيختلف المشهد كليا. المريخ طبعا حيغادر هذا الموقع السيء وحيروح وحيمشي مسيرته الطبيعية، كمان بدها تخف موضوع المرض وبيخف موضوع التعب وبتخف المشاكل لحد كبير. يعني بعد مرور الأسبوع الأول من 2021 منلاقي أنه اختلفت القصص. أكيد. بالختام بدنا نحكي عن الأبراج، طاقة الألوان لكل برج، اللون اللي بيعطي طاقة إيجابية. تمام. أكيد. تمام. خلينا نحكي كلمتين يعني نفائل الأشخاص اللي عم يسمعونا اليوم لكل برج. تمام. الألوان في طاقة كمان أكيد، الحمل مثلا اللون الأحمر كتير بيعطي طاقة حلوة، لأنه هو بيشبهه على فكرة، هو لون المريخ الأحمر، فبيعطي الشجاعة وبيعطي الاندفاع وأحيانا تهور. الثور مثلا، الألوان الأزرق والألوان الأخضر الفاتحة، هي الألوان يلي ما بتكون صارخة كتير، لأنه هي ألوان الزهرة اللي خاص ببرج الثور، ألوان الميزان كذلك القمر، هدول المحبين للسلام، الأشخاص المسالمين يلي ما كتير بيبتعدوا بيتجنبوا المشاكل وما بيحبوها، المنطقيين واللي عندهم دبلوماسية. الجوزاء مثلا بيلبق له اللون الأصفر، أو اللون الأصفر هو اللي بيعطيه طاقة. ليش؟ الأصفر هو لون عطارد كوكبه يلي بيحفز القدرة الذهنية واليقظة عند مواليد الجوزاء، فمناسب يلبسوا أصفر، مو الصارخ بس، الأصفر الهادئ الرايق. السرطان اللون الأبيض هو لون القمر، هو لون عاكس، القمر ما له لون، بتعرفي هو بيعكس اللون، فالأبيض هو الأنسب، الأبيض والفضي الفاتح لمواليد السرطان، بخفف لهم جروحهم شوي العاطفية إذا لبسوا. مواليد الأسد طبعا اللون الأورانج، اللون البرتقالي، لون الشمس بأوجه، هذا اللون يلي بيعطي دفى ويلي بيعطي تفاؤل وبيعطي رغبة بالحياة، يعني بيعطي بهجة هذا اللون كتير. مواليد العذراء الألوان الحيادية،
دائما مثل مواليد التراب، يعني ما منلاقي انه هذا اللون الصارخ كتير، ممكن نلاقي البني بدرجاته بيناسبهم، ممكن نلاقي الاخضر الداكن بيناسبهم ايضا. مواليد من بعد العذراء الميزان حكينا مع الثور، مواليد العقرب الاحمر، بس الاحمر الغامق كتير يعني. وصولا للاسود، هذا لون الفخامه ولون الغموض ولون الاثاره. طبعا هو لون المريخ قلنا الاحمر. القوس مثلا اللي كوكبه المشتري واللي بيحكمه المشتري، القوس بيناسبه لون البنفسجي، هو اللون الخاص بكوكب المشتري، بس البنفسجي الغامق والليلكي او النيلي بيناسبه كتير. الجدي الوان التراب، طبعا قلنا الوان حياديه بدها تكون، البني مثلا للرمادي، هدول الوان كثير بيناسبوا شخصيته. الدلو الازرق الموه، مو كثير الواضح. ليه؟ كوكب الدلو هو اورانوس، اورانوس طاقته بارده وبعيد عن الشمس كثير، فلا يمكن يكون اللون يلي بخصه وهاج ابدا. فالوان الازرق الفاتحه جدا بتناسب كثير مواليد الدلو. واخيرا الحوت، الحوت طبعا عنده طاقه كثير حلوه، وبيجمع لونين مهمين جدا كطاقه لون، هن اللون البنفسجي واللون الازرق الغميق جدا يلي هو عمق البحار. يعني لون نيبتون، هاد نيبتون كوكب الحوت، وحتى احيانا بعمق البحر بنشوف اللون الاخضر، صح، ما بنشوفه ازرق. فهي درجات اللون هي كثير بتلاقي مواليد الحوت اذا حبوا انه يلبسوها او يحطوها ببيتهم كديكور او كفرش، مناسبه جدا. بس بدي اقول شغله، اصحاب الالوان الصارخه ما بيقدروا يعتمدوا ببيتهم على اللون كاملا. يعني مثلا يعني الحمل والعقرب، عقرب ما في نحط احمر وبوردو واسود، مثلا فتيات حمر، لا بتلوني بتعملي ديكورك بالاحمر بس مو اساسك. بعدين بضوجك كثير يعني، لانه بصير في انفعال وضجه. يعني اذا بتعدي بمكان مثلا كله لون احمر بتلاقي الاشخاص عم يتخانقوا بدون ما يحسوا. طيب شو الالوان المفضله بالبيت برايك بالختام؟ هلا في هلا عموما لك، هلا الازرق لون متحرك مثلا، بتلاقيه بكل الاشياء، مثل الموج البحر عنده حركه بشكل دائم ومستمر. هلا لون هو حلو بس لا يصلح للبيوت الحقيقه، البنفسجي لا يصلح للبيوت ابدا، لانه البنفسجي لون الحزن. تمام، فبيصير في نوع من الكآبه، هي الوان بحذر منها انا بالبيوت. ويبعدوا عن الالوان الصارخه. الالوان الترابيه اهدى وهي اهدى شيء ومفضله، هو الواحد يكسر بالالوان، يحط اوف وايت ويكسر بالمخدات مثلا. تماماً. حتى اللون الاورانج اللي حكينا عنه انه لون ضاج، ممكن بدرجاته الداكنه يكون كثير مناسب وكثير حميم باجواء البيت. شكرا على الاجواء الحلوه، شكرا على الفقره الرائعه اليوم غاليه، والحديث معك عن جد ما بيخلص، وبنشوفك بحلقات قادمه. ان شاء الله يا رب. شكرا على الاستضافه. شكرا لك. شكرا كثير لك، نورتينا ويسعد لنا صباحك يلي صباحكم بفائل وكثير حلو. تسلم يا رب. شكرا.